السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع الصيف اللي نقف عن هذا المشروع كبير وهام جدا في المنطقة الصناعية تاع حمام السخنة بولاية الصيف، واللي هذا المصنع مخصص في صناعة الأنابيب البلاستيكية المرنة فليكسيبل، وهذا أول مصنع من نوعه في الجزائر، حيث أنه عرف هذا المستثمر عدة مشاكل من قبل، وبعد ما تمت يعني بعد التعليمات رئيس الجمهورية لرفع العقبات على المستثمرين، إذا تم تسليم هذا المستثمر الرخصة نتاع الاستغلال نتاع هذا المصنع. إذا هانئا لهذا المستثمر، وإن شاء الله مزيد من يعني الاستثمارات والمصانع في ولايات الوطن، والسلام عليكم.